وخلال اتصال هاتفي سابق، أكدت السيدة مريم الأنصاري وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات على تميز الطابع التذكاري الذي أصدره بريد البحرين بمناسبة انعقاد القمة العربية 33 بالمملكة. أصدر بريد البحرين الطابع التذكاري بهذه المناسبة بمناسبة احتضان المملكة لأعمال القمة، وإحنا بشكل عام طبعا في مملكة البحرين دائما نحرص للمناسبات المهمة على إصدار الطوابع التذكارية اللي فعلا يعني تعكس المنعطفات التاريخية اللي تمر بها المملكة. يمكن يعني أكثر ما يميز هذه الطابع أكيد هو تصميمه اللي فعلا يجسد هذه المناسبة. فطبعا الطابع متوج بشعار قمة البحرين، خلفيته هي عبارة عن صورة لمكان انعقاد القمة بقصر الصخير العامر. طبعا هذه أول مرة في تاريخ انعقاد القمم العربية. طبعا أيضا ما يميزه هو استذكار يعني أهمية هذه المناسبة وأهدافها، يعني في دعم المساعي العربية وتعزيز التضامن وتعميق أواصر الأخوة والتعاون المتكامل.